السؤال الثاني من الأديب الراقي محمد عطيف المكنى بالنابوش، وإذا أتاك السؤال من هامة أدبية فيجب أن يكون الجواب دقيق. يقول حبيبنا: لكل شاعر بداية، باختصار كيف كانت ومتى، وهل هناك موقف مؤثر دفعك للبداية؟ يعني 5 أسئلة في واحد. مثل ما أنت تفضلت، وأنت شاعر، لكل شاعر بداية. بداياتي كنت أحفظ الدلع والنشيد الشعبي اللي كانوا يرددوه عندنا في العرضات وفي البيوت، ومن ضمن الشعراء اللي حفظت لهم اللي هو العارجي والقناعي والسلامي وكثير جدا صراحة. وهذه كانت بداياتي، إني أحفظ أشعارهم وأجلس أكررها إلى أن نضج في ذهني إنه أنا ممكن أكون وأبني أبيات تصبح قصيدة. وأما الموقف المؤثر الذي دفعني للبداية، فللأسف أول قصيدة تم نشرها في جريدة الرياضية عام 1406 ما كان موقف لا سلبي ولا إيجابي. كنا جالسين على شاطئ جدة أنا ومجموعة من الشباب، قالوا: تكفى يا أبو عبد الله بهذه المناسبة، أوصف لنا هذا البحر وهذا القمر وهذه الجلسة. فكتبت قصيدة جدة ونشرت في جريدة الرياضية حينها. بارك الله فيكم.